الرحيم. في موعدنا الأسبوعي لمربع النضال وربع الحرية وربع الوفاء، الوفاء للقادة السياسيين، الوفاء للمناضلين من أجل الحرية، المناضلين من أجل الديمقراطية، المناضلين من أجل عودة الديمقراطية، المناضلين. علاش ايه علاش علاش هم يشروا في العباد ب 50 دينار انت هو عباره اللي يشروه ب 50 دينار عباره بيه انت هو حشيك على البيه وما وصل 50 700 الف هم بيعوا رواحهم ب 50 الف بالسكوتوم وبالدجل قيس عايد رجال ما يحبوا كان الراجل والراجل في العشره ذي مكروه انت الراجل مكروه في العشره ذي مكروه اما هم يحبوهم العملاء حاطينهم الصهاينة فرنسا وامريكا واسرائيل حاطينهم عملاء هكا حاطين العالم الفلسطيني يخدموا بيك معاون متاع خدمة لا اكثر ولا اقل وتحية لقيس عيد